تحرير ثلاث قرى من داعش شرق مدينة الطبقة السورية. وثائق حصرية عن محاكم داعش العسكرية الشرعية في الموصل. والتدخين يقتل أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي في منطقة شنينة شمال شرقي محافظة الرقة السورية، وقالت مصادر ميدانية إن العملية نفذها 20 من قوات التحالف عبر 3 مروحيات، وأسفرت عن اعتقال عدد من مسلحي داعش بينهم قيادي. شهدت أطراف مدينة الرقة أحد أهم معاقل تنظيم داعش في سوريا، معارك كروفر بهدف السيطرة على بعض المواقع الهامة في المدينة، حيث سيطرت قوات سورية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على عدة قرى مع استمرار قصف مواقع داعش في الرقة. تقرير الزميلة منى عواد. استكمالا للمرحلة الرابعة من عملية غضب الفرات والتي تهدف إلى دخول مدينة الرقة أحد أهم معاقل داعش في سوريا، قال الناطق الرسمي باسم قوات النخبة السورية محمد الشاكر إن قواتهم العاملة في إطار التحالف الدولي نجحت في تحرير قرية الأسدية، وهي الآن عند مدخل مدينة الرقة الشمالي بعد اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النخبة السورية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى في مناطق القطاع الشمالي لمدخل الرقة ومحطة المياه ومحطة الغاز التابعتين لمركز المدينة. كما أعلنت قوات حملة غضب الفرات عن تحرير 3 قرى شرق مدينة الطبقة السورية من مسلحي تنظيم داعش. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة بدأت بتجهيز أسلحة ومعدات عسكرية إلى المقاتلين الأكراد السوريين في 24 ساعة الماضية. وأشار المصدران إلى أن واشنطن بدأت بإرسال الأسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية والقوات الكردية المنطوية ضمنها وحدات حماية الشعب الكردية. وكان قد أعلن مسؤول أمريكي وبشكل رسمي في 9 أيار مايو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تسليح المقاتلين الأكراد الذين يواجهون تنظيم داعش في سوريا، ولم يحدد المسؤول أي نوع من الأسلحة سيتم توفيره، لكن سيتم استخدامه في المعركة المقبلة لاستعادة مدينة الرقة معقل الإرهابيين كما أكد المسؤول. إنسانيا، قال ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الوضع الإنساني في شرق سوريا يشهد تدهورا حادا بعد نزوح 100,000 شخص من الرقة منذ أبريل نيسان الماضي. وشدد أوبراين على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في تلك المناطق وفي الأراضي السورية بشكل عام، وأضاف أن نحو 7 ملايين طفل سوري يعيشون تحت خط الفقر. قصفت القوات العراقية مواقع لداعش غرب مدينة الموصل في إطار معركتها لاستعادة آخر المناطق التي يحتلها التنظيم المتطرف. وقالت الشرطة الاتحادية إن تنظيم داعش خسر نحو 80% من انتحاريه في الموصل. تستمر المواجهات في أحياء الزنجيلي وشفاء والصحة الأولى في الشطر الغربي للموصل شمال العراق التي أعلنت القوات العراقية المشتركة اقتحامها قبل 5 أيام من أجل تحريرها من تنظيم داعش. قوات الشرطة الاتحادية تمكنت بإسناد الطيران الحربي من صد هجوم لتنظيم داعش على مواقع الشرطة في باب الطوب مركز مدينة الموصل. وقال مصدر عسكري إن قوات الشرطة كبدت المهاجمين خسائر في الأرواح والمعدات. من جانب آخر، كشفت قيادة عمليات نينوى في الجيش العراقي عن تحرير 54 حيا في الجانب الأيمن من الموصل وقتلها 300 مقاتل تابعين لتنظيم داعش منذ شهر شباط فبراير الماضي.
وفي هذا الصدد قال لواء الركن نجم الجبوري قائد عمليات نينوى إن هناك تنسيقا بين جميع المحاور المتقدمة في معركة الموصل، لافتا إلى أن معظم المقاتلين التابعين إلى تنظيم داعش هم من الأجانب باستثناء عدد محدود من المقاتلين المحليين. وكشف الجبوري أن الفرق العسكرية توشك على استعادة الجانب الأيمن بالكامل بعد القضاء على آخر جيب يحتله تنظيم داعش في الموصل القديمة، وأضاف أن القوات العراقية تمكنت في آخر عملية لها من تحرير 30 محتجزا لدى التنظيم في أحد مجمعات حي الزنجيلي. وفي الحديث عن خسائر داعش أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر أن داعش خسر ما نسبته 80% من أفراده الانتحاريين بسبب تصفية أعداد كبيرة منهم خلال الأسابيع الماضية وانقسام آخرين إلى خلايا متفرقة يسودها الارتباك. لم يكتفي داعش بسياسته الوحشية والقمعية ضد أهالي الموصل وتقييد حرياتهم على مدى نحو 3 سنوات، بل سعى إلى تجديد هذه الإجراءات لتتحول إلى تهم باطلة، فانتشرت ما تسمى بمحاكمه الشرعية العسكرية التي فرضت عقوبات الموت لأدنى الأسباب. تكشفها اليوم أخبار الآن بالوثائق، نتابعها مع الزميل حسام الأحبابي. وهي تتحرر من تنظيم إرهابي احتلها لقرابة 3 سنوات، تتكشف يوما بعد آخر الجرائم التي كان يرتكبها داعش ضد الأهالي، إذ لم يكتفي بتكفير الناس واتباع سياسات وحشية ضدهم وتكبيل حرياتهم وتضييق الخناق على حياتهم، بل كانت ما تسمى المحاكم العسكرية الشرعية عبارة عن مقاصل ومنابر لشرعنة جرائم داعش ضد أهل الموصل. من بين الوثائق الحصرية التي وصلت إلى أخبار الآن خلال عمليات تحرير غربي الموصل، وثيقة توضح محاكمة أحد مواطني أهل الموصل بتهمة الهروب والاتصال الخارجي، وتشير هذه الوثيقة إلى ما يسمى بقاضي ديوان الجند، كما تشير إلى أن المدعي هو الاستخبارات العسكرية التابعة للتنظيم. أما الوثيقة الأخرى فتكشف أن أحكام الإعدام التي تصدر عن ما تسمى بالمحاكم العسكرية التابعة لداعش لا تتناسب مع حجم الفعل الذي يعتقد التنظيم أنه يخالف تشريعاته، وكان من بين هذه الأحكام الإعدام لمواطن موصلي اسمه هشام محمود بسبب اتصاله بأبيه الموجود خارج الموصل، الأمر الذي عده داعش جرما وعقوبته الموت. بعد ساعات من تحرير حي 17 من تموز حيث تقع إحدى محاكم داعش العسكرية، كان يدير هذه المحكمة شخص يلقب بقاضي الدم، إذ ذكر ضباط في قوات الرد السريع العراقية أن القياديين في داعش الذين يحملون ألقاب أبو أنس الموصلي وأبو حذيفة الجزراوي وأبو السهيبة كانوا يشرفون على ما تسمى بالمحاكم العسكرية في غرب الموصل، ولديهم مساعدون وصلت أعدادهم إلى 70 مسلحا من داعش. قدرنا نعرف اسمه والعناصر مالته يتكونون من 70 شخص حاليا. أبرز الأسماء أبو حذيفة الموصلي، هذه الأوراق مالته والصور مالته، وأبو سهيبة. والمشكلة الكبيرة هنا حتى عقود زواج النكاح بينهم ما يفرضون على نفسياتهم وعلى شخصياتهم الكبيرة، أنه يؤكدون أنه الدولة دائمة لهم، فهناك قفزوا عليهم قوات الرد السريع القتالية ولم يصمتون أمامنا. كان داعش أغلق أغلب ما يسميها المحاكم الشرعية ومنح صلاحياتها إلى قادته الميدانيين ومعظمهم عرب وأجانب بالتزامن مع عمليات تحرير غرب الموصل. وذكرت مصادر عسكرية أن أمراء التنظيم نفذوا إعدامات عشوائية في الشوارع إلى جانب قنصهم مواطنين خلال عمليات النزوح، فضلا عن إعدامهم مقاتلين من التنظيم حاولوا الاستسلام للقوات العراقية. قتل المدعو محمد براك كادك المعروف باسم ريان مشعل، أحد أبرز مؤسسي وكالة أعماق الناطقة باسم تنظيم داعش الإرهابي، في ضربة جوية نفذتها قوات التحالف الدولي في محافظة دير الزور السورية أمس، بحسب ما قالت مصادر ميدانية مشيرة إلى قتل ابنته أيضا في الضربة. في الشأن اليمني، أعلنت منظمة الصحة العالمية ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن مرض الكوليرا في اليمن إلى 532 حالة منذ أواخر شهر نيسان أبريل الماضي،
وقالت المنظمة الدولية إنه حتى ظهر يوم أمس سجلت أكثر من 560,300 حالة اشتباه بمرض الكوليرا في 253 منطقة في اليمن. اتهمت وكالة الاستخبارات الأفغانية شبكة حقاني والاستخبارات الباكستانية بالوقوف وراء تفجير كابل الضخم الذي وقع قرب السفارة الألمانية وأسفر عن قتل وإصابة العشرات، فيما ذكرت وسائل إعلام أفغانية وأخرى عربية في وقت سابق أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجير. وقد أسفر الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة كابول بحسب ما أكدت وزارة الصحة الأفغانية عن قتل 90 مدنياً وجرح 380 آخرين. تحطمت مروحية عسكرية تركية قرب الحدود العراقية ما أسفر عن قتل 13 جندياً كانوا على متنها. وقال الجيش التركي إن المروحية اصطدمت بأسلاك كهربائية بعد دقائق من إقلاعها من قاعدة عسكرية في محافظة شيرناك الحدودية. أعلنت حكومة ميانمار عزمها التحقيق في تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أعضاء في القوات المسلحة وهم يضربون بعنف مجموعة من الناس، وتتهم جماعات حقوقية وحكومات غربية القوات المسلحة في ميانمار بالتورط في انتهاكات داخل عقود من الصراع مع جماعات عرقية مسلحة. أحييكم من جديد. أحيت منظمة الصحة العالمية أمس اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار التبغ خطر يهدد التنمية. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم. في 31 من أيار مايو من كل عام تحيي منظمة الصحة العالمية وشركاؤها اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بتسليط الضوء على المخاطر الصحية والاقتصادية، إلا أنها ولأول مرة في حملتها لهذه السنة تسلط الضوء على مخاطر التبغ على البيئة، إذ كشفت أن زراعة التبغ تلحق ضررا هائلا بالبيئة من خلال الإفراط في استخدام الكيماويات والطاقة والماء والتلوث الناتج عن التصنيع والتوزيع، إذ تحتاج زراعة التبغ لكميات كبيرة من المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والفطريات ومواد التطهير لمكافحة الحشرات أو تفشي الآفات. دعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الشركات القائمة على صناعة التبغ لدفع تعويضات عن الأضرار المتمثلة في زيادة انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ، لكنها لم تذكر تقديرا لحجم هذه الأضرار. وتشير المنظمة إلى أن زراعة التبغ وصناعة منتجاته وتسليمها لتجار التجزئة له عواقب وخيمة على البيئة، تشمل إزالة الغابات واستخدام الوقود الأحفوري والتخلص من مخلفات المنتجات أو تسربها إلى البيئة الطبيعية. دعت المنظمة في بيان صادر عنها الحكومات والشركاء والمجتمعات والأفراد للامتناع عن تعاطي التبغ ودفع عجلة التنمية المستدامة، موضحة أن هناك أكثر من 7 ملايين شخص يموتون سنويا نتيجة تعاطي التبغ، بينهم 900,000 شخص يموتون نتيجة التدخين السلبي، وتقع أكثر من 80% من حالات الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تتحمل حوالي 40% من التكلفة الاقتصادية العالمية للتدخين من حيث النفقات الصحية وخسارة الإنتاجية بما يقدر بحوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي. الشرايين الطرفية هي الأوعية الدموية التي تمد القدم بالدم الشرياني الذي يأتي من القلب، فما هي القسطرة العلاجية لانسداد الشرايين في الرجل؟ تفاصيل حول هذا الموضوع مع الزميلة عبير عبد الله. يصل الدم إلى الأطراف عن طريق الشرايين التي تغذيها بالدم المحمل بالأكسجين إلى الأنسجة، وتصاب الشرايين بما يسمى بالتصلب نتيجة لترسب الدهون لدى مرضى السكر وضغط الدم وكبار السن، وهذا يسبب ضيقا في الشرايين أو ربما انسدادها، مما يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى الأطراف، وبالتالي يؤدي إلى آلام بالساقين أثناء المشي وجروح غير ملتئمة ومن ثم فقدان الأطراف بسبب الغرغرينة. لمعرفة علاج هذه المشكلة الصحية التقينا بالطبيب علاء الدين فارسين استشاري طب القلب التداخلي. دكتور، ما هي أهمية القسطرة للشرايين الطرفية؟
طبعا قبل ما نحكي عن القسطرة بالشرايين الطرفية، يمكن أول شيء لمحة بسيطة عن المرض نفسه، مرض الشرايين الطرفية. أكثر شيء احنا بنعرفه طبعا هو نسمع مرض الشرايين القلبية، التاجية اللي بتعمل الهارت أتاك، اللي بتعمل جلطات القلب. فهو نفس المرض ممكن يصيب الشرايين اللي بتوصل الدم للإجرين، للأطراف، للإيد. أكثر شيء هو طبعا الأطراف السفلى اللي هي الإجرين طبعا. فممكن هذا يؤدي لا سمح الله لبتر الأعضاء، إذا صار تضيق بالشرايين كتير وصار في التهابات تحت وما وصل الدم لهنيك، فطبعا ممكن يؤدي هذا لبتر الأعضاء، وهذا الشيء طبعا هو اللي احنا بدنا نحاول نتجنبه. طبعا ما رح نحكي عن أسباب المرض هذا، لأنه هي نفسها أسباب القلب، التدخين، السكري، ارتفاع ضغط الدم وهكذا. بس حاليا هلا عنا احنا التكنيك انه فينا مثل نفس الشيء للقلب، انه فينا نفتح الشرايين هذه لما يكون في تضيقات بالشرايين ونحط شبكات. فتضيقات الشرايين مثلا اذا كان يكون عنا مثلا تكلسات، فممكن يكون التضيق هون جوا. طبعا هون شايفين التضيق كيف هون وكيف هون، الفرق انه لما بيكون في تضيق، فاحنا فينا مثل القسطره تبعت القلب نفوت مينيمال انفازيف، يعني من غير جراحه، لوكال انستيزيا، نحط شبكه دعميه وين ما في التضيق، اللي هي مثل هيك، نحطها بالمنطقه اللي فيها التضيق طبعا. وهي الشبكه زي ما بتشوفوها يعني كثير فليكسيبل، ما بتاثر على حركه الاجر مثلا او هيك شيء. وطبعا بتساعد انه البلاد فلو انه يصل لجوا، انه الدم يصل للمناطق اللي كان فيها نقص. يعني هي كتير كتير فليكسيبل زي ما بتشوفوا، انه ما بتأثر على الاناتومي او على تركيبة الشريان، بتمشي كمان يعني اذا في تاني الاجر ما بيكون فيها اي شيء. فالشبكة تنحط مينيمال انفازيف وبتساعد انه الشريان يضل مفتوح طبعا. هيك بنساعد انه اذا في التهابات تلتحم بسرعة ونتجنب البتر طبعا. وأضاف الأطباء أنه بعد التدخل الجراحي العلاجي لانسداد الشرايين الأرجل لابد أولاً من الإقلاع عن التدخين، ثانياً ضبط ضغط الدم ومستوى السكر، ثالثاً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، رابعاً ضبط مستوى الدهون في الدم وتقليل الوزن، خامساً الانتظام في تناول الأدوية الموسعة للشرايين الطرفية ومضاد الصفائح الدموية. إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها هاتف HTC الثوري عصره بيدك يستجيب. طرحت شركة HTC التايوانية مؤخرا هاتفا جديدا يمكن الضغط عليه من الجانبين لتشغيل عدد من الخدمات فضلا عن ميزات أخرى. الهاتف الجديد زود بالقدرة على الاستشعار من الجانبين حتى تلبي طلبات المستخدم بمجرد الضغط يدويا. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس أسوس تزيح الستار عن أنحف حاسوب محمول في العالم. قدمت شركة أسوس عددا من الأنظمة الجديدة والأجهزة المحمولة بما فيها زين بوك فيليب S الذي أصبح يعرف بجهاز المحمول الأنحف في العالم. ويعمل الجهاز الجديد بنظام تشغيل ويندوز 10 ويمتلك شاشة بقياس 13 بوصة بدقة عالية تدعم اللمس المتعدد. صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها مايكروسوفت تكشف تفاصيل جديدة عن خدمة الألعاب. كشفت شركة مايكروسوفت معلومات جديدة عن خدمة الاشتراك في الألعاب Xbox Game Pass والتي ستتم إتاحتها بدءا من اليوم لكل أصحاب جهاز الألعاب Xbox One، تشتمل في البداية على أكثر من 100 لعبة. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين، وباحثون يطورون تقنية جديدة لحماية كبار السن داخل منازلهم. طور باحثون في ألمانيا تقنية جديدة لحماية كبار السن الذين يعيشون وحدهم داخل منازلهم من خلال أجهزة استشعار متطورة تعمل على الكشف عن الحركة مثل تلك المستخدمة في المصابيح وأجهزة الإنذار، فضلا عن أجهزة الاستشعار التي تعمل باللمس.
وختام جولتنا الصحفية مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية، زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بالأمواج الصوتية. توصل طلاب فلسطينيون إلى طريقة مبتكرة تسهم في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بواسطة الأمواج الصوتية، وقال خبراء إن التجارب المخبرية أكدت سلامة الموجات الصوتية على النبات، مؤكدين أنه من الممكن اعتمادها مستقبلا في إنتاج محاصيل عضوية آمنة من الخضروات على سبيل المثال، ومن الممكن أن تكون مفيدة في زيادة إنتاج محاصيل الأرز. أحييكم من جديد مشاهدينا. يكاد ينسى السوريون في مخيمات النزوح في لبنان أنه زمن رمضان، فوضعهم المأساوي خطف البسمة من وجوههم واستبدلها بالمعاناة والحزن. تقرير تريسي أبي أنطوان. تحت خيمة أم أحمد يقل الأثاث، تجف المؤن، تكثر الدموع في شهر رمضان. عائلة من 15 فردا معظمهم أولاد، يمر عليهم الشهر الفضيل بكثير من الحسرة وفيض من الدعاء. والله شيء مي كويسة، أولاد ما في شيء، براد ما في، عيلة حليب هذا أخته وكل شيء مش نساي. ابنتها كوثر بالدمعة والغصة تشكو عدم توفر فرص العمل وصعوبة المعيشة، وتقارن بين رمضان سوريا ورمضان المخيم. بيفرق كثير، هناك بيت وفاي وهيك وهين شوب، هناك هواء برود، يعني زحت حرب وهيك وخربت، حابين نرجع عليها. حال هذه العائلة كحال المئات من النازحين السوريين الذين يقطنون خيما لا ترقى لكرامة الإنسان، فيما ضيوف سكانها يزيدون الوضع مأساوية. معاناة الجرادين والفار، والله العظيم عندنا براد صغير قارته من وراء الجردون، عمرك سمعت الجردون بيقرب براد؟ تتدرج المأساة صعودا عندما يشعر أب لعائلة من أكثر من 10 أشخاص بالعجز، ويجد نفسه غير قادر على مجاراة شهر رمضان. والله أنا وابني وولاد ابني زوجتي بحدود 11-12 شخص، عند بس ابني يشتغل، رمضان بده مصروفين، إذا ما في مصاري ما تقدر تصوم، بده مصروف. وحين يدخل المرض خيمة النازح تزداد الحياة بؤسا، فلا مال للعلاج. هذه حال زهرة محمد التي تكاد تنسى فرحة الشهر الفضيل، فبين تأمين القوت اليومي والأمرين الذي تعيشه مع أمها المصدومة مما شهدته من أحداث الحرب، تتمنى العودة إلى حلب مهما كان الوضع الأمني هناك. ما حدا خايس، بس بلد مو بلدك ما تقدر تعمل فيه شيء، عرفت كيف؟ إذا أجى أي واحد بده مثلا شغل من هالمخيم ما بنقدر نمنعه، يعني مزلولين، يعني كيف الزل زل، الغربة زل. نساء يتملك الهم قلوبهن في شهر رمضان يحرن كيفية تيسير الحد الأدنى من المعيشة، فيما أولادهن يبحثون بين أرجاء المخيم عن حقوق الطفل المفقودة. أنا بشهر رمضان بحب أروح على المرجيح، بس هون ما في مرجيح. وقد يكون بالنسبة للكثير من هؤلاء الأطفال الأمن الغذائي حقا مبدئيا مهددا. نضل عايشين برمضان، بناكل ونتعشى ونتغدى كثير. لقد أصبح قدوم شهر رمضان هماً إضافياً يزيد الأعباء على النازحين، فتنحسر البهجة مجدداً. شهر رمضان في مخيمات النزوح في لبنان حزين في عيون الأطفال، وجع في عيون الأمهات، وثقل مسؤوليات على عاتق معيل العائلة، في خيم تضيق فيها النفوس وتكثر فيها الدموع على أمل العودة. لأخبار الآن، تريسا أبي أنطون، لبنان. على غرار معظم الطهات، تبدأ الطهية السعودية ضحى عبد الله كل يوم عملها وهي مفعمة بالأفكار والطموح، لكن ما تختلف فيه ضحى عن معظم الطهات في السعودية هو كونها امرأة تعمل في مجال الطهي الذي يخضع لسيطرة الرجال في مطاعم المملكة. احنا السعوديين متعلقين بأكلاتنا الشعبية ونحبها مرة، ما نستغنى عنها أبداً، الكبسة، الجريش، المرقوق، هذول أكلاتنا الأساسية، يعني أخذناهم من الأجداد، طورنا عليهم، ضفنا لمساتنا طبعاً، والحياة صارت أسهل الحين،
المرقوق يجي جاهز، ويعني الدنيا صارت أسهل. عشان كذا تميز مطعمنا أنه يقدم بالأكلات الشعبية. بعد ما قصصت الخبز أحط حبة حبة وأضغط كذا. المرقوق أكلة تراثية ورثناها من أجدادنا، أكلة قديمة، بس إحنا أنا كشيف أضفت عليها بعض الأشياء عشان يطلع يعني بعض النكهات، عززتها، حطيت بصمتي عليها عشان يطلع فيها نكهة مميزة، وأتمنى إن شاء الله أني أنا تميزت فيها. فعلا حسيت أنه أنا قاعد أكل أنا بالبيت مو بالفندق أو بالوتيل. المرقوق قلت لك أنا واللوبيا معاه، لكن أكثر طبق عجبني اللي هو المرقوق، هي ضايفة عليه اللوبيا. من عادة أهل نجد ما نضيف عليه غير الخضار المعتاد اللي القرع، الكوسة، الباذنجان، اللحمة، بس هي أضافت عليه اللوبيا ففرق في النكهة، وغير ذلك كزبرة وليمون فعطى نكهة جدا رائعة واستمتعت فيها صراحة وأنا أكل. تم اختيار الشيف ضحى من ضمن اللجنة المشرفة لإقامة مطعم سعودي للأكلات الشعبية المختصة بذلك، وقد أبدعت في ذلك. الصراحة هو اللي كان أصلا جاذبنا أننا حجزنا اليوم في هذا المطعم، هو سمعة هذا المطعم وحبينا نحن نجربه. بالفعل كان قد اللي كنا نتوقعه، ونتمنى لهم التوفيق الصراحة. خبرنا الأخير من عالم الرياضة، إذ كشف جناح ريال مدريد غاريث بيل عن عدم تعافيه من إصابته، مؤكدا أن مشاركته في نهائي الشامبيون ليجز تبقى في يد المدرب زين الدين زيدان. ولم يشارك الدولي الويزي مع النادي الملكي منذ تعرضه لآخر إصابته في ربلة الساق في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في 23 من شهر أبريل نيسان الماضي. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: تحرير 3 قرى من داعش الشرقي مدينة الطبقة السورية، وثائق حصرية عن محاكم داعش العسكرية الشرعية في الموصل، والتدخين يقتل أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. مشاهدينا الكرام، أعود ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا.